السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا طريقة باش نوضعوا واحد الفيديو في القناة ديالنا، او في عفوا في الحساب ديالنا على ستريم. يعني ما غنوضعوش في القناة، غنوضعوه فقط في الحساب ديالنا مايكروسوفت ستريم. اذا اول حاجة كنمشي فين؟ كنمشي لهذا، راني في اكل كما كتلاحظوا. الو، سوا كنكليك على كخيي، هذه هي اللي ما تكلمناش عليها في الفيديو اللي كان قبل. سوا كنكليك على كخيي وكنختار شارجي لا فيديو، او لكن كليكي على هاد لافلاش اللي مكتوبه هنا فيها ديجا شارجي لا فيديو. دونك الامر بحال بحال، هما بجوج بحال بحال. دونك كليكي على شارجي لا فيديو كما كتلاحظوا. حتى الا كليكيت في هذا المكان هذا غيديني نفس المكان اللي هو شارجي لا فيديو. الوغ هنايا قال لك هنا فير غليسي لي فيشي ايسي بور باركورير او باركورير بور شارجي. الوغ يا اما غادي تحاول انك تجيب الفيشي ديالك ودير له غليسي وتحطه في هذا المكان، سي بيان، كدير لو غليسي وكتحطو في هذا المكان. يعني كتكليكي عليه وكتجليسيه هنايا، يعني بصيغة أخرى غنصغر مثلا هاد لافونات. لاحظ الفيديو ديالي هو هذا، كتكليكي وكتجليسيه وكتحطو هنا. سي بيان، هادي طريقة. الطريقة الثانية هي أنك تكليكي على باركوغيي، هما بحال بحال نفس الخدمة، وكتختار لا فيديو ديالك. مثلا هاد لا فيديو هادي وغندير لها أوفغيي، أنا غنكبرو لا فونات. سي بيان. الوغ اون فوا كتكليكي على اوفريغ، لاحظ شنو كيكتب لك هنا؟ شارجمون دو اون فيديو. فوالا، كيكتب لك هنا شارجمون اون كور 0%، وغادي يبقى هنايا كيدير واحد لو تريتمون حتى يتريتي لا فيديو ديالك كامله، وكيشارجيها حتى 100%. دونك دابا راه 0%، كيشارجيها حتى 100%. سينو الا بغيت توقف هذا الشيء هذا، كتكليكي على سوبريمي كما كتلاحظوا هنايا. اون فوا كليك على سوبريمي غادي نوقف لا فيديو. الوغ لاحظ هنا اول حاجه في هاد لي ديتاي اللي كيعطيني على لا فيديو، يعني خصني نوضع واحد العدد ديال لي ديتاي على لا فيديو باش تسهل لا ريشيرش على لا فيديو، ونوضع لهادي كونديسيون هاد لا فيديو الا بغيت يشوف احد. دونك لاحظوا هنا كيدير لنا تريتمون اون كور 15% حتى توصل ل 100%، فمتى غتكون لا فيديو ديال كامله تشارجات في ستريم. دونك اول حاجه عندي لو نو. الوغ لو نو دونك ها هو سهله، سي بيان كما كتلاحظوا. فوالا، دونك بيسكو لا فيديو صغيره ماشي شي حاجه، ما فيهاش بزاف ديال الدقائق، دونك هادشي غير فقط من اجل التيست. الوغ بالنسبه لو نو، عندي هنا ريشيرشي لو تيكست دون جون ايماج. هاد لو نو هذا منين جابو؟ لو نو هو لو نو ديال لا فيديو ديالنا ديجا لو نو ديالها هو هذا. دونك هو كياخد هاد لو نو باغ ديفو كيوضعو لك هنا. دونك انت طبعا الا بغيت تشونجي هاد لو نو هذا، بامكانك انك تسوبريمي هاد لو نو ودير ان اوتر نو مثلا. سي بيان. هنا لا ديسكريبسيون، يعني الوصف ديال داك لا فيديو. الوغ وضع واحد الوصف معين، مثلا كومون شيرشي دو تيكست دون جون ايماج اليد دو la technique OCR. نعم، شي حاجة بحال هكا. مثلا ندير مثلا دو بوان، ندير وان نوت. دونك لا فيديو كتهضر مثلا على وان نوت ولا ريشيرش ديال الكلمات اللي كاينين في واحد ليماج. سي بيان. الوغ غادي نشوفو ديسكريبسيون، غادي ننزل الأسفل. دونك لا فيديو ديالي راه تشارجات صوبات، يعني غنبقى لي غير نبوبليي لا فيديو، يعني ننشرها. الوغ هنايا je dois définir la langue ديال لا فيديو. الوغ سوا غتكون لا لونغ اراب ولا لونغ فرونسي ولا لا لونغ باش راك كتهضر في داك لا فيديو. سي بيان، باش كتسهل ميم لا ريشيرش على داك الناس اللي كيشيرشيو. الوغ هنا لا مينياتور، باش كنقولو لا مينياتور يعني بصيغة اخرى الصورة اللي غادي تبان في الواجهة ديال لا فيديو ملي غيشيرشي شي واحد. مثلا غنعطيكم مثال، مثلا باش كتدخل كتشيرشي على لي فيديو في يوتيوب، كيطلعوا لك مثلا كتكتب اكزرسيس كيطلعوا لك واحد العدد من لي فيديو. داك الصور اللي كيكونوا على لي فيديو هما اللي كيتسموا لي مينياتور. مثلا هنا عطينا واحد العدد ديال لي مينياتور اللي نختاروا من الفيديو، يعني هاد الصورة هادي اللي وضعناها هو هنايا كاينة في الفيديو ديالنا، هو خداها من الفيديو. ممكن ناخد هادي مثلا أو هادي، أو لا ممكن نكليكي على بلوس ونجيب واحد الصورة خاصة بيا، صوبتها مثلا فوتوشوب ولا صوبتها بأي وسيلة كانت. مثلا غنجي وغنختار مثلا واحد لا فيديو معينة، مثلا جو سي با، مثلا نختار شي صورة باغ اكزومبل، نختارو مثلا شي صورة، مثلا الصورة ديال هاد الوان نوت هذا، بويسكو كنهضرو على الوان نوت، وغندير اوفغيغ. دونك لاحظ هاديك الصورة مثلا غادي تضاف هنا، إلا كانت كومباتيبل طبعا، إلا كانت
متماشية مع لاطاي اللي مطلوبة في المينياتور، سينو كتخلي الصور اللي كاينين هنايا. دونك نجيو دونك راه كتشارجو نخليوها، نجيو لهاد اوتوريزاسيون. الوغ بالنسبة لي زوتوريزاسيون طلعو لأعلى شوية. بالنسبة للاوتوريزاسيون اللي عندنا هنايا، دونك هنا كيقول لك اوتوريزي توت لي بيرسون دو فوتر اونتربريز ا روغاردي سيت فيديو، يعني جميع الاشخاص اللي عندهم كونت مايكروسوفت 365 داخلين في لورغانيزاسيون ديالك ديال التعليم، الوغ هادو بامكانهم انهم يشوفوا لا فيديو فقط بلا ريشيرش، يكتبوا لا ريشيرش اللي تكون فيها شي كلمه من الكلمات اللي كاينه في لو تيتر ديال لا فيديو ديالك، غادي تطلع لا فيديو ويشوفوها. الا بغيت نمنعهم ما يشوفوهاش كان ديزاكتيفي، كنجي لهنا وكان ديزاكتيفي، كيقول لك هنا على انه راه ما يمكن حد يشوفها، كتكليكي على وي فوالا، دونك هنا ما غادي يشوف حتى شي واحد، ولكن كنختار هنا شكون اللي غادي يشوف لا فيديو ديالي. دونك مثلا ممكن ندخل دي جروب، نكتب مثلا هنا الاسم ديال شي جروب من لي جروب اللي عندي، مثلا نجيب شي جروب من تيمز مثلا، ناخذ الاسم ديال هذا الجروب هذا مثلا كوبي باغ اكزومبل، ونوضع مثلا هذا لو جروب هذا في هذا المكان مثلا، هذا الجروب هذا دونك هنا راه كيحاول انه يشيرشي على الجروب هذا ويتاكد منه، دونك الامر كياخذ شويه ديال الوقت. سينو مثلا ممكن بارطاجي الفيديو ديالي مع باغ اكزومبل مع دي شان قنوات، مع يعني القنوات ديالي انا، يعني الا كان عندي شي قنوات ديالي انا كنكتب هنا الاسم ديال القناه. ما عندكش كدير كخيي اون شير سي بيان، دونك هادشي بالنسبه حتى لي جروب راه عطانا هنايا. الا ما عندكش كدير كخيي ان جروب، الوغ سينو ممكن بارطاجي هادشي مع لي بيرسون مثلا، دونك ممكن بارطاجي مع لي بيرسون مثلا، نكتب السميه ديال شي واحد مثلا من لي بيرسون اللي كنعرف مثلا باغ اكزومبل، دونك هذا الاول مثلا، نزيد مثلا شخص اخر كمثال، دونك مثلا هاد الاشخاص هادو ضفت لهم او غنبارطاجي معاهم هاد لا فيديو. الوغ هاد الاشخاص هادو الا بغيت نمسح شي واحد كتكليكي فقط على هاد الكخوا اللي كاينه هنايا، سينو الا بغيت تردو بروبريتير يعني حتى هو يولي بروبريتير على لا فيديو، يمسح لا فيديو يغيرها يبدلها بشكل اللي بغا، كتكوشي هاد المكان هذا. سينو الا بغيتو غير يشوف لا فيديو كتحيد هاد المكان هذا. الوغ سينو الا بغيت مثلا جميع الناس يشوفوها كندير هنا اوتوريزي جميع الناس غيشوفوا لا فيديو، اون بليس دو سا غنبارطاجي مع هاد الشخصين هاد، اما هاد الشخص هذا اللي هنايا هو البروبريتير يعني الشخص اللي راه كيوضع لا فيديو. الوغ كوم سا اون فوا غادي نسالي غادي ننزل الاسفل، دونك غنمشي لي زوبسيون فوالا. بالنسبه لي زوبسيون الوغ هنا في لي زوبسيون الا بغيت ناكتيفي لي كومونتير يعني الناس واش تكومونتي على الفيديو ديالي وي ونو، الا بغيت نخليها اكتيفي راه اكتيفي، بغيت هما يكومونتي واش غندير لها ديزاكتيفي، انا نخليوها اكتيفي نخليوها اكتيفي على فوالا. دونك هنا لي نوتيفيكاسيون يعني كان شي نوتيفيكاسيون كتوصلك في هذا المكان هذا باش كيبانش. الوغ لي سو تيتر، بالنسبه لهاد لي سو تيتر او لا ترانسكريبسيون، يعني الا كانت عندك مثلا واحد جو سي با مثلا كيفاش غنقولوا مثلا واحد التكست اللي كيوصف داكشي اللي كيتقال بالكلام، يعني ترجمه لداكشي اللي كيتقال، واحد السو تيتراج اللي غادي دار في الفيديو كتوضع داك الفيشي اللي خاص بهذاك الترانسكريبسيون، او لا مثلا دي سو تيتر اللي غادي يبانوا في لا فيديو كتوضع الفيشي، دونك تكون ديجا موجد واحد الفيشي، سينو كدير جينيري اوتوماتيكمون ان فيشي دو ترانسكريبسيون على حسب الهضره اللي كتقول، غادي يبان واحد التكست في الاسفل ديال لا فيديو الا بغيتو يبان بحال الشكل ديال يوتيوب باش كنديرو ترانسكريبسيون باش كيبانو لي باش كيبان التكست اسفل الفيديو، ولكن خص الهضره اللي كتقول في الفيديو تكون واضحه ومضبوطه نسيت شويه. الوغ نرجعو نتاكدو من هادشي هذا، دونك درنا لي ديتاي سي بيان فوالا، نحيدو لي ديتاي. الوغ هنا الا لاحظتوا ها المينياتور ديالنا تزاد هي هذه فوالا، هذه هي اللي غتبان في لا فيديو. لوتوريزاسيون لي زوتوريزاسيون فوالا راه صوبناهم هما هادو، و لي زوبسيون صوبناهم كذلك. دونك دابا ما بقى ليا الا ندير بوبليي باش تبان لا فيديو في الكونت ديالي او الحساب ديالي على مايكروسوفت ستريم. الا بغيت نبارطاجي لا فيديو كنكليكي على بارطاجي، وبامكاني نبارطاجي لا فيديو حتى من بعد حتى نحطها. الوغ الا لاحظتو اون فوا كيبين هذه هنايا سافي دار كو راه لا فيديو ديالك راه تحطات، يكفي انك تكليكي على بوبليي، دونك كنكليكي على بوبليي، دونك هنا كيقولنا على انها بوبليي فوالا، دونك لا فيديو ديالك راه بوبليي. دونك سكي في شنو غادي دير دابا، غتمشي لمون كونتوني باش تشوف لا فيديو ديالك، غتكليكي على فيديو، دونك اوتوماتيكمون هنايا غادي خصها تطلع لنا لا فيديو ديالنا اللي حطينا، ولا كما كتلاحظوا هي هذه اللي مكتوب فيها ريشيرشي لو تيكست دون جون ايماج. الوغ الا لاحظتوا هنايا غادي نحاولوا نقارنوا هاد جوج ديال الفيديوهات، هاد الفيديو اللي كاين في الاسفل جبناه من مايكروسوفت تيمز،
يعني كان على شكل درس بشكل مباشر، وكيت اونجيسترا في لي فيديو ديالك في ستريم بشكل اوتوماتيكي. دونك هنا اما هاد لا فيديو هادي حنا اللي ضفناها في مايكروسوفت ستريم. دونك الفروقات اللي كاينه، اول فرق كيبان الا لاحظتو هو هاد الايقونه هذه اللي كتبان هنا بالاخضر، بينما هنا كتبان باللون البرتقالي. هذه الايقونه اللي كتبان هنا بلو فيغ كتبين لك تما فيزيبل بور اورغانيزاسيون، يعني فيزيبل لجميع الناس، كلشي كيشوفها. اما هذه اللي كاينه هنا نو، هذه فيزيبل بور بريفيت، يعني بالنسبه لهم هاد لا فيديو هذه كتشوفها فقط واحد الجروب، اللي هو الجروب اللي عندي في تيمز مثلا، او داك لا كلاس اللي شرحت لهم مثلا هاد الدرس بهذه الطريقه هذه. سريان، اما بقيه الاشياء باش تاجوتيه في واحد الواتش ليست والاشياء الاخرى مثلا، هادشي كامل كما كتلاحظوا بالنسبه ليهم بحال. دونك الا بغيت ناجوتيه في واحد الواتش ليست باش نشوفوه من بعد، فوالا. سينو مثلا الا بغيت ناجوتيه لواحد الجروب، يعني ميم واخا في الاول كنا درنا على انه ما غيشوفوش شي جروب معين، غيشوفو الكل، يمكن لي من بعد انني نزيد نبيرسوناليزي الاشياء. مثلا غندير هنا اجوتي ان جروب او ا لا شين، يعني اجوتي او جروب او جروب او ا لا شين. يعني الا بغيت الفيديو ديالك الفيديو ديالي عفوا ندخلو لواحد الجروب يولي يشوفو واحد الجروب، او لا ندخلو لواحد لا شين اللي هي لا شين ديالي. يعني دونك هنا كتكليكي في هذا المكان هذا، لاحظ، وهنا كتولي ترجع لذاك المرحلة اللي كنا درنا من قبل في البداية ديال الفيديو. كما كتلاحظوا باش كنا كنحطوا لا فيديو كانت هذه المرحلة هذه، دونك وكأنه كيرجعك ليها وكيقول لك عاوتاني اختار شنو لمن غادي مع من غتبارطاجي هذه لا فيديو. الوغ هنا كتكتب الأسماء ديال الجروب ديالك، أو لا مثلا ممكن تختار دي شين، يعني القنوات ديالك اللي باغي تبارطاجي فيها هذاك لا فيديو. كتكتب هنا الاسم ديال لا شين وكتكليكي على اونجيستخ، هادشي غنشوفوه من بعد طبعا بعد ما نصوبوا إن شين. سي بيان، ممكن نموديفي لي ديتاي، يعني نرجع نموديفي لي ديتاي. كتكليكي على موديفي، يعني كيولي يرد لك لي ديتاي. لاحظ على هذه المره بشكل اللي هو واضح بشكل مزيان. الو عندنا لي ديتاي لي زوتوريزاسيون لي زوبسيون بحال الشكل اللي كنا شفنا من قبل. دونك هنا لو نو، ديسكريبسيون، لا لونغ، المينياتور ممكن نغيرها، نكليكي هنايا نغير المينياتور مع من باغي تبارطاجي، لي كومونتير و ترانسكريبسيون. الو اون فوا كتسالي كتكليكي على بوبليي. الو سينو او لا انجستري، او لا هو كيدير انجستري اوتوماتيكمون. سينو مثلا ممكن تيليشارجي لا فيديو، سينو ممكن نغومبلاسي لا فيديو، يعني هاد لا فيديو نغيرها بوحده اخرى، او لا ممكن نسوبريمي لا فيديو. الوغ نرجعو لمون كونتينيو فيديو. دونك عندنا اشياء اخرى، هي هاد لي تخوا بوان اللي كاينه هنايا. الوغ بالنسبه لهاد لي تخوا بوان اللي كاينه هنايا، لاحظ ممكن بارطاجي لا فيديو، نغومبلاسي لا فيديو بحال اللي شفنا من قبل، نسوبريمي لا فيديو. دونك نبارطاجي لا فيديو غنشوفوها فيديو خاص، نغومبلاسي لا فيديو يعني تغيير لا فيديو بفيديو واحده اخرى، تشي بريمير راه باينه. الوغ غونيي لا فيديو، بالنسبه لهاد غونيي لا فيديو او لا تيليشارجي لا فيديو باش تبقى عندك مثلا في الاورديناتور ديالك. غونيي لا فيديو، لاحظ اون فوا كنكليك على غونيي لا فيديو، يعني غادي نقطع الفيديو. مثلا بغيت داك الفيديو ندير عليه بعض التعديل، يعني ندير عليه بعض التغييرات، واخا هو راه بيبلي ومحطوط في مايكروسوفت ستريم والناس كتشوفو، غادي نجي مثلا وغادي نحاول انني نقطعو او نغير فيه بعض الاشياء. مثلا لاحظ الفيديو ديالي هي هادي، دونك لاحظ كيف شنو كيقولنا هنايا بوان دو ديكوباج، يعني منين باغي تقطعو. باش كنقولو غونيي يعني غنقص ليه شويه من الاول وشويه من الاخر، او لا مثلا نختار غير واحد المقطع. مثلا لا فيديو ديالي بغيتها، لاحظ بغيتها تبدا من الثانيه 15 من هنا، هادشي هذا كامل بغيت نحيدو. الوغ صافي سي بيان، غنخليها بحال هاد الشكل هذا، غنكليكي على ابليك. سي بيان، سينو الا بغيت مثلا حتى من الاخر نحيد واحد شويه مثلا حتى للدقيقه دقيقه و45، غنخليها بهذا الشكل هذا. يعني لا فيديو ديالي غتبدا من دقيقه يعني غتبدا من الثانيه 15 وغتسالي في دقيقه 45. الوغ الا بغيتها تكون بهذه الطريقه هذه غنخليها بهذا الشكل هذا، وغنكليكي على ابليكي. بغيت تزيد تبيرسوناليزي الامور بامكانك تستعمل هادو، يعني ديفيني واحد البوان ديال ديبار باستعمال هاد لي تريك اللي كيكونوا هنا، ولا هاد لي جوتي اللي كيكونوا في هاد المكان هذا. بغيت تدقق الامور مزيان كتكليكي على الزوم وكتكبر الفيديو ديالك بشكل مزيان، وكتختار بالضبط شنو باغي دير. سي بيان، الوغ سينو حنا غنحتفظوا بها كيما راه، غنديروا انيبلي، كليكي على وي، فوالا باش نانيبلي داك البروسيس.